أسبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعينا. روسيا بين صفقات السلاح والعدوان على سوريا، بوتين لعق الجراح والانتقام من أمريكا، سوريا واشتباك المصالح بين الدول العظمى. عنوان حلقتنا لليوم: ارتباك أمريكي والملعب لروسيا. طبعا في سياق حلقتنا وبالفقرة الأولى، مقال للكاتب محمد جلال بموقع أورينت بعنوان التدخل الروسي بين النجاح والإخفاق. طبعا بيقول الكاتب: سأبدأ بسؤال يهم الباحثين عن الحقيقة بعيدا عن صخب التصريحات، هل في سوريا مكان لا تصله المقاتلات الروسية الرابضة في قاعدة حميميم؟ طبعا لا. إذن لماذا تكلف روسيا نفسها أعباء شن غارات انطلاقا من مطارها مدانا الإيراني ولو مؤقتا؟ هل الواقع العسكري في سوريا يستدعي استخدام روسيا لصواريخ استراتيجية بعيدة المدى موجهة عبر الأقمار الصناعية وانطلاقا من منصات عسكرية في بحر قزوين؟ طبعا لا. لفهم هذا السلوك الروسي المفرط باستخدام القوة، علينا تحديد أهدافها خارج الإطار الذي تصر على إعلانه، ذلك أن سوريا بالنسبة لروسيا إحدى ساحات الاشتباك مع القوى الغربية. لا يختلف اثنان على اعتبار سوريا الساحة الأكثر سخونة في العالم من حيث اشتباك الأبعاد المحلية بالإقليمية والدولية أيضا، ولا يرتبط هذا بخصوصية سوريا على الصعيد الجيوسياسي فقط، بل يتعلق أيضا بالتوقيت الذي منح دول ناشئة في المحيط الإقليمي فرصة تاريخية للنهوض، وأيضا لعب دور أعمق تأثيرا في الساحة الدولية وسط انكفاء غير معلن للقطب الأمريكي المسيطر وتركه لمساحة تحرك أو مساحة تحرك لا بأس بها. لكن يعني في وسط كل هاي المعلومات أو بوسط كل هاي العوامل الإقليمية المحلية الدولية حتى، كان العدوان الروسي هو فقط العلامة الأبرز لغوص الكبار حتى أذنيهم أو أذانهم في سوريا. اليوم طبعا أو البارحة اللي كان هو يوم السبت أو الجمعة، لنكون دقيقين أكثر، بعد مرور عام على بدء العدوان الروسي على سوريا، جدير أنه نراجع ما حققته روسيا من إجرام في سوريا. وكما هي طبعا السياسة دائما، علينا النظر خارج دائما المعلن لتفكيك المشهد أكثر وتحليل حتى الأحداث أو استشراق واستشراف المستقبل. روسيا التي عملت طبعا بعيدا عن الحرب الاستباقية ضد 2000 روسي وثلاثة آلاف من آسيا الوسطى المخرطين في صفوف تنظيم الدولة، طبعا كما ذكرت مصادرهم الكاذبة. بيقول الكاتب: رغم أن المستوى الأخلاقي والقانوني آخر ما يعني قاطني الكرملين، فإني أجدني مضطرا للتذكير بخسارة الروس في هذا السياق، إذ آثر الوقوف في صف مجرم يقتل شعب سوريا وشن في سبيل ذلك نحو 20,000 غارة جوية أفضت لإزهاق أرواح آلاف المدنيين العزل، بل إن منتهى الصفاقة الأخلاقية ما جاء على لسان بوتين في مؤتمر صحفي أن العمليات في سوريا تعد تدريبات عسكرية ذات كلفة رخيصة في ظروف حرب حقيقية. ربما يعني اقتصاديا لا يبدو الانفاق بسوريا ممكن يشكل عبء على الروس أو على الكرملين، لكن هذا مرتبط فقط بحجم تراجع مستويات وواردات النفط. هذا هو الهاجس الذي يثير دائما التساؤل حول جدوى الاتفاق أو الانفاق فعلا، بالإضافة إلى تصورات يوري بوريسوف كان نائب وزير الخارجية الروسي أن الدول الأجنبية راح تصف والله بالطابور. تصور لوين هذه التصريحات، وهو ما يؤكد طبعا ما قلناه في حلقات سابقة بأن سوريا هي بازار لعقد صفقات السلاح. بيقول يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي، بيقول أنه الدول الأجنبية ستصطف في طابور لشراء طائرات روسية وخاصة القاذفة سوخوي 34
وذلك بعد رؤيتهم لأدائها في سوريا. عن أي أداء تتحدث؟ يعني الأداء في تدمير المدن وتدمير البيوت فوق رؤوس قاطنها يعني. لكن فعليا إلى الآن وما يطيل أمد الوجود الروسي في سوريا في تحليلات البعض بأنها لم تعقد إلى الآن أي صفقة من هذا النوع، وهو ما يثير رعب وهواجس الروس. لا ننتقل للعسكرة أو للعدوان العسكري، ننتقل من البعد السياسي. البعض يقول بأنه والله روسيا ساهمت بمنح الاستقرار في سوريا. عن أي استقرار؟ هي ساهمت فقط بمنح عصابات الأسد غطاء جوي ساعدها بالتقدم ربما 7 كيلومترات لإطباق الحصار على مدينة حلب. يعني حتى استطاعت يمكن السيطرة على بعض القرى المحررة بريف اللاذقية. هذا هو التدخل الروسي أو العدوان الروسي على سوريا منذ عام، هذه هي نتائجه. لكن النتائج الإجرامية كانت أكبر، وربما ذلك يشفي غليل الروس بأن يروا دماء الأطفال ودماء السوريين تراق على الأراضي السورية. السياسي وهو طبعا بيت القصيد، طبعا هون الكاتب بيوصف روسيا بأنها استعادت شيئا من مكانتها الدولية في النظام العالمي، لعل ذلك الإنجاز الأبرز الذي حققه بوتين، وذلك عبر المشاغبة على قوى التحالف الدولي الذي أشرت إليه في مقدمة المقال، حيث أجبر استخدام أجواء العراق وسوريا من جهة الشرق طريقا للصواريخ الروسية، على ضرورة التنسيق بين روسيا وأمريكا التي تستخدم هذه الأجواء مسبقا. وهنا تبرز أهمية الاتفاق الروسي الأمريكي الذي ناقش في بعض بنوده المعلنة الساحة السورية، لكنه تطرق لملفات ساخنة في أماكن أخرى في العالم وخاصة أوكرانيا والدرع الصاروخي. ربما كل ما سبق بين يبين أن العدوان الروسي على سوريا مختلف عن تدخلها أو عدوانها في جورجيا والشيشان وأوكرانيا، لأنه بطبيعة الحال تلك البلدان يعني هي في المجال الجوي الخاص بروسيا، ولن يجرؤ الغرب على الدخول في تلك المناطق بمواجهات مسلحة. يعني كما فينا ننكر أيضا أنه روسيا تتمتع بحدود برية تسمح بنقل الدبابات وقوات المشاة البحرية في كل من جورجيا والشيشان وأوكرانيا. لكن في سوريا المشهد أشد تعقيد، خاصة مع رغبة المحيط الإقليمي سواء التركي أو الدول الأوروبية بالكف عن التفرج، كما حدث في الشيشان وإدارة الشعب السوري بالمقاومة، وهو ما افتقدته جورجيا طبعا، واشتباك المصالح الدولية والإقليمية اللي كان فقدته أيضا أوكرانيا. روسيا ربما في بعض مقالات المحللين بأنها استفادت سياسيا، لكنها لم تنجح عسكريا إلى الآن، وفشلت في عقد أي صفقات سلاح من شأنها أن تعالج الاقتصاد الروسي بدل النفط، خاصة في ظل العزلة التي تواجهها روسيا وفي ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. تريد روسيا من سوريا تحقيق كل هذه الصفقات السياسية، وصفقة بوتين الوحيدة التي تريد تحقيق أحلامه الستالينية في سوريا، وصفقة الاقتصاد وصفقة النفط وصفقة العقوبات وصفقة الانتقام من أمريكا ولعق الجراح أيضا. فاصل ونرجع. طبعا بمقالنا الثاني بالفقرة الثانية، مقال الكاتب خطيب بدلة بموقع العربي الجديد بعنوان لا يوجد كبير إلا الأسد. يا جماعة العنوان غير المقال. خلونا نسمع سؤال الخطيب بدلة. بيقول الخطيب بدلة اللغة، حتى اللغة في سوريا قوية، بدليل أن مفردات الحياة اليومية عند من يوالون النظام عامرة بكلمات من قبيل: بطل، شجاع، مقدام، صنديد، نمر، وديب، وأسد. وبالكلية الحربية يطلب من الضابط، من طالب الضابط المتدرب أمرا، فإذا به ينفذه على أكمل وجه، يمتدحه ويقول له: آه يا وحش. وللوحوش أهمية خاصة في سوريا الأسد. رويت نكتة عن مسؤول جاء من دولة أجنبية ليزور سوريا في شهر 20 الثاني،
وكانت الاحتفالات بذكرى الحركة التصحيحية التمسيحية على أشدها، واللافتات أيضا تملأ الساحات العامة، وكأننا نعيش في خضم معركة ذات السواري. فالتفت إلى مترجمه وطلب منه أن يطلعه على محتوى اللافتات، فأفهمه أنها كلها تشيد بالأسد. فكتب في مذكراته: الشيء الغريب أن الشعب السوري يحب الأسد أكثر من جميع الحيوانات الأخرى. في سوريا الأسد لا يوجد شيء مستحيل. ذات مرة بعدما أصدر محمد ناجي عطري أبو منير في طبعا في تشكيلاته الوزارية شرع الناس يتحدثون عن وجود وزيرين عجيبين فيها. كان أحدهما يعمل قبل الوزارة سائقا لحافلة ركاب ميكروباص على طريق حمص مصياف، فتحول بلمح البصر من كادح إلى وزير. الثاني يحمل شهادة علمية عالية، ومع ذلك بقي ردحا طويلا من الزمن بلا عمل، لأنه ممنوع من التوظيف بسبب تقرير أمني. يعني سفقوه تقرير، أكيد رح يقول لك كيدي، تقرير أمني بمعاداته للنهج القومي الاشتراكي البعثي. لكنه كان طبعا بالوقت نفسه عضو بأحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ورشح الحزب للوزارة، فتحول من عاطل عن العمل لوزير. هكذا هي الإمارة في سوريا، هكذا تكون، هكذا الحكم في سوريا، هكذا هي المسؤوليات في سوريا. يعني الحواجز السياسية والمخابراتية والإعلامية هي الملحقة بنظام الأسد، التي أجرت تعديل جوهري على المثل الشعبي بيقول لا يوجد كبير غير الجمل فجعلته كذلك. لا يوجد كبير غير الأسد، هكذا يعني. وفي حب الحيوان مذهب، ما بيقولوا هيك؟ بيقول الكاتب أيضا: للحقيقة وللتاريخ، لم يكن في سوريا خلال هذه الحقبة كبير غير الأسد، ولكن بعض المسؤولين مع ذلك كانوا يعتقدون أنهم رجال دولة، وأن للواحد منهم كلمة مسموعة، ومن ثم فهو يستطيع أن يأمر وينهى ويضع خططا ويصدر قرارات وفرمانات. هذه قصة طبعا يرويها الكاتب خطيب بدلة، بيقول: ففي يوم من الأيام قرر محافظ إدلب، وهو رجل يحمل شهادة الليسانس في الحقوق، أن يجتمع مع موظفي مديرية الزراعة في المحافظة ليعرض عليهم مشروعا مهما، وبمجرد ما التأم الاجتماع أبلغهم أنه قرر زرع 5 ملايين شجرة من نوع الصفصاف على ضفاف المجرور الخاص بالصرف الصحي الذي ينقل فضلات إدلب بطريقة الجريان السطحي إلى منطقة قريبة من مدينة حلب. ارتسمت ابتسامة لا إرادية على وجوه بعض الحاضرين، انتبه إليها المحافظ فانزعج منهم وتوجه إليهم بسؤال عن رأيهم بالموضوع. يعني ما راح يجاوبوا عن رأيهم بالموضوع أكيد، يعني الناس بحقبة الأسد بيعرفوا أنه أخطر شيء تعمله هو أنك تبدي رأيك. ففعلا مثل ما قال الكاتب: لكنهم صمتوا، عدا واحد اشتهر بعناده ولا مبالاته تجاه المسؤولين. استأذن وقال: شكله يا أما مسافر يا أما مأيس أنه راح ينكتب فيه تقرير. قال أنه الطريقة المثلى لجريان ماء الصرف الصحي الوسخ، طبعا مستمعينا في هذه القصة التي يقولها خطيب بدلة هي نوع ربما ممكن نسقط عليه أو تسقطوا هذه القصة على كل ما يحدث في سوريا، وكأنها المسألة السورية. بيقول: الطريقة المثلى لجريان ماء الصرف الصحي الوسخ تتلخص في أن يجري ضمن أنابيب إسمنتية، الجريان السطحي ينتشر أو ينشر الروائح والجراثيم ويصبح مرتعا للحشرات والسحالي. هذا ما يحدث في سوريا الآن. أما زراعة أشجار الصفصاف فتكون عادة على ضفاف الأنهار وسواقي العذبة. يعني طريقة طرح المحافظ بزرع هذه الأشجار على مجرور ماء بالطريقة السطحية ربما سيجلب ماذا؟ سيجلب الروائح والجراثيم أيضا، وهو ما حدث في سوريا. هذه السياسة ضد الشعب السوري، سياسة القتل والاعتقال والتغييب القسري، هي من جلبت هذا الجريان السطحي، هو من جلب هذه الروائح والجراثيم إلى سوريا، جراثيم داعش وجراثيم الإرهاب والميليشيات بمختلف أنواعها الجرثومية أيضا. بيقول الكاتب: أما زراعة أشجار الصفصاف فتكون عادة على ضفاف الأنهار والسواقي العذبة، والأهم من ذلك هو الرقم الرهيب الذي تتحدث عنه حضرتك، 5 ملايين شجرة. عمليا يجب أن تترك مسافة بين الشجرة والأخرى لا تقل عن 20 مترا، والكيلومتر هو 1000، أي أنه يتسع ل50 شجرة
على كل ضفة، أي ما يساوي 100 شجرة على الطرفين، ونحن لدينا 65 كيلومترا الطول التقريبي للمجرور، أي 6500 شجرة لا تكفي أو تكفي. وإذا أردت أن توسع عملية التشجير فيكون الخط مزدوجا تحتاج ل 13,000 فقط. طبعا بيقول الكاتب خطيب بدل أنه ما حصل في نهاية هذا الحوار غير المتكافئ أنه المحافظ ركب راسه ودماغه، بحسب عادل إمام لما بيقول دماغه جزمة قديمة أو جزمة قديمة، وبقي طبعا مصمم على زراعة الملايين الخمسة، ولم يستطع أحد أن يعرف السر في حصول تلك المصادفة العجيبة التي جعلت القيادة الحكيمة تعينه وزيرا للزراعة في أول حكومة سورية قادمة. فاصل ونرجع. بفقرتنا الثالثة والأخيرة مقال للكاتب سلام السعدي بصحيفة العرب اللندنية بعنوان الواقعية الروسية في حلب وحشية بلا حدود. هنا رح ننتقل لطبيعة ونوعية المدارس التي ينتمي إليها كل من الأمريكيين وينتمي إليها الروسيين أو بوتين وأوباما. طبعا بيقول الكاتب طالما اندرجت السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في إطار المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، تلك المدرسة المضادة للمدرسة الليبرالية التي تدعو إلى استخدام القوة من أجل انتزاع المكاسب سواء بصورة مباشرة أو عبر المفاوضات التي تتم بعد إخضاع الخصم ضمن هذه الرؤية، لا يمكن تقييد سياسة أو السياسة بالمبادئ الأخلاقية ولا بالقوانين الدولية. هكذا فإن قصف الولايات المتحدة هيروشيما وناغازاكي باستخدام قنابل نووية في الحرب العالمية الثانية كان شرعيا بل ضروريا بالنسبة إلى أنصار تلك المدرسة، حتى وإن أودى بحياة أكثر من 200,000 إنسان. تطورت القوانين الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، خصوصا ذلك الشق المتعلق بحقوق الإنسان، وكبحت الولايات المتحدة استخدامها للقوة بصورة مفضوحة ومتعمدة ضد المدنيين قدر الإمكان، وإن واصلت استخدام القوة بصورة عامة. ولكن لاعبا دوليا جديدا هو روسيا برز اليوم ليتبنى المدرسة الواقعية الكلاسيكية وينتهج سياسة الحرب الوحشية من دون أي ضوابط تكبح الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمشافي وحتى قوافل الإغاثة. هذا طبعا جزء مما يحصل في سوريا. يمكن ملاحظة أنه روسيا بوتين تقدس استخدام القوة إلى درجة كبيرة وتعتبرها طبعا السلاح الأكثر فعالية سواء بالتموضع الدولي أو سلاح أكثر فعالية بمفاوضاتها مع الغرب في الملفين الأوكراني والسوري، ولم تنطلق طبعا المفاوضات الروسية الأمريكية الجادة إلا بعد أن تدخلت أو اعتدت روسيا عسكريا في سوريا قبل نحو عام. ساعد في تدخلها أو عدوانها العفو على سوريا النظام بتحقيقه مجموعة من المكاسب التي كانت ضرورية لتدعيم موقفه بالمفاوضات. طبعا أنا بقول لكم شو هي المكاسب، أنك 7 كيلومتر بحلب لحصار حلب، وهن سيطر على كم قرية بريف اللاذقية. لكن مثل ما قلنا أنه الإنجاز الأكبر بالنسبة للروس هو إنجاز واحد فقط، هو الآلاف من الشهداء والجرحى بينهم من الأطفال والنساء والشيوخ الكبار، فضلا عن المبتورين والذين تسببت لهم هذه الغارات الروسية بالإعاقة. يعني بيقول الكاتب انطلقت جولة مفاوضات جديدة بعد حصار حلب، حقق خلالها الروس تقدما إضافيا على حساب الموقف الأمريكي، وتم الاتفاق على إمكانية التنسيق العسكري بين الجانبين مقابل التزامات روسية متعددة. نكثت موسكو الاتفاق مجددا وامتنعت عن تنفيذه، إذ لاحظت أن فرصة استخدام القوة
لا تزال سانحة وهي تؤتي ثمارها بصورة فعالة وبأسرع مما كانت تتوقع. هكذا بدأت روسيا عملية جوية شاملة قصفا مكثفا لمدينة حلب، ولأن استخدام القوة هو غاية بحد ذاته ضمن هذه الاستراتيجية كان من الضروري أن لا يكون القصف اعتياديا بل غير مسبوق وباستخدام أنواع متعددة من الأسلحة. مرت 10 أيام على ذلك الهجوم الوحشي، أجمع سكان حلب على أنه الأعنف منذ اندلاع الثورة. استشهد 300 مدني في الأيام 3 الأولى للهجوم. واصلت روسيا قصف الأطقم الطبية والمشافي بشكل مركز أيضا. في ظل ذلك حاولت موسكو فتح نافذة مفاوضات سرية مع واشنطن كمحاولة ابتزاز جديدة، وهو ما دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القول بغضب: لا يمكن أن تكون أمريكا فقط هي من يقدم التنازلات. يعني لم تفي جولة جديدة من العنف الروسي بغرضها، كان لابد من شن عملية برية، والآن التي يحضر لها الروس والنظام في حلب وباشروا بها للسيطرة على حلب على أمل تحقيق مجموعة من الأهداف، ربما في بعض أو في قول بعض المحللين يتمثل الهدف الأول في تصعيد استخدام القوة والتأكيد على أنها تشكل عنصر حاسم في استراتيجية موسكو في سوريا وفي جميع المناطق، والثاني طبعا في حال نجاح، وإن شاء الله ما بتنجح، وأكيد بجهود الثوار إن شاء الله على الأرض، بأنه بسقوط حلب يريدون حينها أو يريد بوتين أو ربما سيحقق بوتين، وهذا ما يطمح إليه، قفزة كبيرة في رقعة الشطرنج ويصبح في وضعية كش ملك أمام نظيره الأمريكي المقيد بالمفاوضات. بيقول الكاتب: الرد أو الأولي للجانب الأمريكي على العملية العسكرية الروسية في حلب جاء مثيرا للسخرية، وتمثل بإعلان زيادة المساعدات الإنسانية للمدينة المحاصرة التي لا يمكن أن تدخلها أي مساعدات، وبدأ ذلك الرد مجرد دعاية سياسية أمريكية، كما عكس إحباطا وتخبطا بما يخص الخيارات البديلة. لكن فينا نقول أن الأمريكيين الذين طبعا كانوا وأكثر من تحذير الروس من المستنقع الروسي أو عفوا المستنقع السوري، سرعان ما أدركوا أنهم تورطوا هم أيضا في مستنقع المفاوضات مع الروس، هذه المفاوضات التي يعتقد البعض بأنها كحبل المشنقة حول رقبة أمريكا في إجبارها وهو أو في إجبارها على توقيع اتفاقات ملزمة ربما تكون للإدارة الأمريكية المقبلة، وهو ما سعى بوتين إلى تحقيقه من خلال هذه المفاوضات. على عكس الإحباط والتخبط الذي يشعر فيه أو به جون كيري منذ البداية وتسريب أكذوباته على الشعب السوري بأنه سعى مع الروس في مفاوضات عديدة لإدخال المساعدات وأيضا لوقف المجازر وفك الحصار عن المدن واستئناف المفاوضات، إلا أن شيئا من تلك الإرهاصات لم أو من تلك المفاوضات والمقدمات لم يتحقق. سرعان ما أدرك طبعا الأمريكيين أنهم غرقوا في مستنقع التفاوض مع الروس، وهم بدورهم خالفوا قانون أقره البنتاغون أو الكونغرس الأمريكي، وهو بمعنى عدم التنسيق مع الروس. طبعا بدأ الحديث عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بتعليق المحادثات مع روسيا ودراسة ردود أشد صرامة بما في ذلك الخيارات العسكرية، لكن حسب تسريبات جون كيري بيقول لك أنه إذا تدخلت أمريكا عسكريا سيؤدي ذلك إلى صراع طويل الأمد وسيؤدي إلى مشاهد حروب ربما تكون عنيفة وكارثية. بيقول الكاتب: يبدو حجم الجرائم التي ترتكبها روسيا في سوريا لافتا ويتعدى إيمانها بضرورة استخدام القوة. ربما يحاول بوتين لعق جراحه والانتقام من أمريكا والغرب في حلب، إنه المكان الذي تمسك فيه موسكو بأوراق أكثر بكثير مما تفعل واشنطن. لكن ربما أدركت الإدارة الأمريكية ذلك وهي أرادت أن تنسحب، واعتقدت بأنها تجر موسكو إلى مزيد من الحروب سواء في روسيا أو عفوا في سوريا وأوكرانيا وغيرها من المناطق كما فعلت معها في الشيشان. هي حرب طويلة
الأمريكيين أصحاب الحروب الطويلة وليسوا أصحاب الحروب القصيرة لتحقيق النصر. حروبهم قد تستمر عشرات السنين، حربهم بمثابة حرب استنزاف لأي قوى تواجههم، بدلا من القضاء عليها وصرف المليارات وصرف المعدات العسكرية على هذا الشخص، وإنما تركه في عملية استنزاف دائمة حتى القضاء عليه، حتى لا تقوم له قائمة. طبعا مستمعينا لهم كون وصلنا لنهاية حلقتنا، كان عنوان حلقتنا ارتباك أمريكي والملعب الروسي أو الملعب لروسيا. حكينا بعدة فقرات، روسيا بين صفقات السلاح والعدوان على سوريا، بوتين لعق الجراح والانتقام من أمريكا، سوريا واشتباك المصالح بين الدول العظمى. للاستماع لحلقتنا فيكم تتابعوا حلقة أسبرين على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كنا معكم بالهندسة الإذاعية مهند القصوص، وبالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء. نحن ما دخلنا ما دخلنا لكسكو تسمعوا راديو أوريان. انت راديو أوريان.